بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل عام نشارككم الاحتفال بعيد المعلم، انطلاقاً من تقديرنا لهذه المهنة السامية وتقييمنا العالي لمكانتكم الرفيعة والمتميزة التي لن يشغلها في مجتمعنا سوى المعلم، فأنتم بلا شك رسل المعرفة والأمناء الحاملون للقيم التربوية. هذه الأهمية تعني لنا الكثير، مثلما تعني لشعبنا الكريم ضرورة قصوى للحفاظ على تراثنا الاعتباري والأخلاقي وقدرتنا على الاستمرار بالحياة ومواكبة التطور. منذ الجلسة الأولى لهذه الحكومة قبل عام وبضعة أشهر، كان ملف التربية والتعليم حاضراً وبقوة، وكانت قراءاتنا لاحتياجات الناس وضروراتهم المعاشية اليومية لا تغادر الركن الذي تشكله المؤسسة التعليمية في مجمل المتطلبات الخدمية والاجتماعية. ومنذ الأيام الأولى كان جانب البنى التحتية هو الملف الأبرز في اهتمامات الحكومة. طرحنا ملف المدارس فلم يكن مقبولاً لا في نظرنا ولا في نظر شعبنا الاستمرار بالدوامات المزدوجة والثلاثية ولا بالأبنية المدرسية المتهالكة ولا بفقر العملية التربوية من ناحية المستلزمات أو المناهج وأحوال المعلمين والمدرسين. وخلال مدة قياسية وضمن أولويات الحكومة في تحريك ملف المشاريع المتلكية، عادت عجلة العمل تنتج صورة جديدة حازت على ثقة المواطن، وكانت للمدارس حصة من هذا الزخم الذي قدم أكثر من 450 مبنى مدرسياً جديداً كلياً وترميم وتوسعة أكثر من 2150 مبنى مدرسياً آخر، وما زلنا مستمرين في مشروع المدارس الألف الذي مؤمل أن يكتمل في هذا العام. بالتأكيد سوف تكون نتائجه أفضل وأسرع. كذلك أود الإشارة إلى أن صندوق العراق للتنمية والذي كان باكورة أعماله صندوق التربية والتعليم، حيث سيطلع بعرض كل الفرص اللي موجودة من أراضي شاغرة أقرت من قبل وزارة التربية ومن قبل السادة المحافظين للإعلان خلال أسابيع. سارعنا بإنهاء ملف المحاضرين المجانيين لنرفد صفوف المدارس بجيل شاب معطاء مطمئن على عمله ويتابع الرسالة ويسد العجز في أعداد الكوادر التعليمية بعد سنوات من الإرجاء والتأجيل والانتظار. وفي الجانب الآخر، جانب تهيئة المحتوى التربوي، فقد جرى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2021-2031، وهي خارطة الطريق أمام ليس وزارة التربية وإنما كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية. هذه الاستراتيجية نطمح من خلالها الارتقاء بجودة التعليم وترفع من قابليات أعضاء الهيئات التعليمية من خلال تطوير قابلياتهم بالاطلاع على آخر ما وصلت إليه النظريات العلمية والتربوية، وتقرن الاحتياجات في سوق العمل بالمخرجات، وتعزز المهارات التطبيقية للكوادر التدريسية، وتضمن
أنظمة مرنة وشفافة في كل مفاصل التعليم، ومع كل ما تقدمه العملية التعليمية من تنمية لمهارات التلاميذ والطلبة، فإنه يجب التركيز على غرس القيم الأخلاقية والمبادئ التي يحملها شعبنا العزيز الذي عرف عنه التكاتف والتآلف والتوحد في أحلك الظروف وأقساها، لأن بناء الإنسان يبدأ من المراحل العمرية الأولى. وإذا ما أردنا أن نطمئن على مستقبل أبنائنا، فمن المهم أن نعزز الصحة النفسية والأخلاقية لديهم ليكونوا جديرين بحاضر العراق ومستقبله. الأخوة والأخوات، أشير إلى حساسية المرحلة التي نخوضها وإلى كبر حجم التحديات التي تنتظرنا وينتظر نتائجها المواطن، وهي كلها حزمة مترابطة من الواجبات والمستهدفات لا يمكن المضي ببعضها وترك البعض الآخر. وفي كل زاوية من زوايا الإصلاح ومحاربة الفساد وخلق الفرص والتنمية الاقتصادية، سنجد أن نهاية الخيط تصل بنا إلى قطاع التربية والتعليم. وإذا كنا نعول على الشباب وحمايته وتأهيله وتكليفه بالمهام الصعبة في المستقبل القريب، فإننا سننطلق مرة أخرى من المدرسة وعلاقة الطالب بالمعلم. دامت أعوامكم عطاءً ونتاجاً يبني العراق الذي نسعى إليه، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.